راهن على ذكاء الجمهور وانت مطمن، وانت مطمن بدون نقاش. يعني مشهد رقم واحد، شيكابالا بيحتفل بهدف مع حمزة المسلوسي. احتفل حمزة المسلوسي بهدف شيكابالا بطريقة ما عجبتش الناس دي، واعتذر حمزة المسلوسي بعدها رغم انه الهدف في النهاية هو هدف احتفالي، لكن شاف انه دي زعلت الناس، فلما تزعل الناس لازم ان انا اطلع واعتذر. ثم حمزة المسلوسي في عهد أوسوريو وفكرة الانقاذ اللي جت لاحقا مرة مع بروكسي في مباراة الزمالك الشهيرة وتسجيله لهدف، ولاحقا حمزة المسلوسي بعد الهدف اللي قدامنا على الشاشة ده عاد الكرة مرة أخرى في مباراة أكثر أهمية، كانت مباراة أرتا سولار. أرتا سولار دي كانت، وبعد الاثنين يا دكتور طارق ظهر المشهد الأهم بقى في لقاء بيراميدز. إيه اللي حصل في بيراميدز؟ بيراميدز كان متقدم في النتيجة وكان قاب قوسين أو أدنى من الذهاب لنهائي الكاس، وفجأة اللقطة اللي أغفل حقها تماما في هذه المباراة إنه معي رايح انفراد كامل، وإذا بحمزة البسلوسي سبرنت 50 متر حرة يروح وينقذ الكرة وينقذ أمال الزمالك في الدقيقة 57 قبل ما الأمور كلها تنقلب رأسا على عقب ويعود الزمالك في عودة دراماتيكية كاملة كانت في هذه المباراة. بالظبط كده كانت 2-0، إلى أن يأتي المشهد الأخير إنه في وسط الضجة الكبيرة فتوح والزناري وصبحي وغيره وغيره يرفض حمزة المسلوسي إنه يشتكي الزمالك لأنه ما خدش مستحقاته، شأنه شأن لعيبة كتير، لكنه يرفض إنه يشتكي الزمالك. علشان يبقى في المشهد الأخير هنا بعد مباراة الكونفدرالية الجمهور من وراء القضبان ينادي على حمزة المسلوسي ويحتضنه اللاعب اللي شافوا له مشهد واحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة، فيصبح هذا الأمر أمر طبيعي جدا. مشهد على فكرة في جزئين انت برضو ما ذكرتهمش بس هم مهمين جدا. فضل يا فندم. المسلوسي ليه مستوى ماشي في الليفل بتاعه كده، جه في موسم 2021 و2022 اللي الزمالك خد فيهم الدوري، سبحان الله على اللحظات الحاسمة على اللقب الكيرف كده، صح مش كيرف كده كمان كده، يعني احسن لحظات المسلوسي في حياته الكرويه مش مع الزمالك بس، هو نهايه موسم 2020 2021 ونهايه موسم 2021 2022 وفي السنتين اللي الزمالك خد الدوري. فدي كلها مشاهد فعلا تؤكد طيب انه وعدنا الناس